هذا الكلب أشعل النار. النجدة كلب يأكل الناس. اضربوه اضربوه. ارجعوا إلى الكلب. وصلت الإطفائية. ها هرب الكلب. طاردوه. هل أنت بخير؟ تشجع. لقد اعتدى علي الكلب. لقد عضني. لابد أنك لص. لا لا إنه الكلب. إنه الكلب. إنه هنا. لا تدعه يهرب. أمسكوه. لا لا تدعه النار. كلب رائع. لابد أنه غالي الثمن. إنه هنا. كلب جبال البيريني مطيع بطبيعته رغم حجمه، ويستخدمه رعاة الماشية لمساعدتهم. في هذه القصة يطارد الناس هذا الكلب لأنه جميل ذكي وقوي. أن سبستيان هو الذي فعل هذا. لن أسامحه أبدا. المكان مظلم جدا. فيكتورين أعطني الملح. هذا أنت يا سبستيان؟ جدي سيزال أرسلني إلى هنا. لست مضطرا للمجيء في البرميل. ماذا أفعل الآن يا فيكتورين؟ ماذا؟ أرأيت؟ قلت لك أولا احمل هذا. هو مأتون. انتظر هنا. أسرع خذ هذه الحلوى واخرج. شكرا لك يا فيكتورين. شكرا. أين سيباستيان؟ سوف ألقنه درسا. هذا الولد المشاغب. أسعدتم صباحا. شكرا، لم أستطع نقل البرميل بمفردي. لا نستطيع تحمل هذا المشاغب بعد الآن. ماذا حدث؟ لا تكوني سخيفة، ألم تخبئيه في مكان ما؟ أنا أبيع هذه الحلوى، ستضطر لدفع ثمنها إذا أتلفتها. سأجده قريبا جدا. يبدو أنك تستعمل حبوب الفاصوليا في تحضير الكعك، أليس كذلك؟ هذا الأحمق يأكل الحلوى. نعم
هل يزرعون الحلوى في الجبل؟ لابد أنه أخذها من متجر فيكتورين. توقف يا سباستيان، لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ إنه خائف لأنهم يضربونه بالعصا. إن هذا الأحمق لا يستحق إلا العصا. لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة وأنت يتيم. جبال ولد يتيم الوالدين. ماذا تقول أيها الواقع؟ هل تريد العراق؟ اضربه انه غدار، لا تخف منه. لقد افلت منك. طاردا الحقائب، اذهبا من هذه الناحيه. اضربه جبريل. توقف. لقد اختفى. ها هو، لا تضيعه، امسكوه. انه سريع، لازمه. حسن، انه سريع، لازمه. سيباستيان، لا تدخل بدون اذن، هذا ليس بحقل. اذا دخلت مرة ثانية. متأسف. لا تدخل المزرعة، لا يمكنك الخروج من هناك، هل فهمت؟ ها هو اسحبه إلى الأسفل. لا يستطيع الهروب من هذا المكان العالي. رأيت إنه عبيط. ماذا أفعل يا إلهي؟ لن أسامحك بعد الآن. لن أنسى لك هذا. خذ. أنا سوف أتصل بالشرطة. سيباستيان، أين أنت ذاهب؟ يا أنجلينا، ماذا حصل لك؟ تبدو خائفا. نعم. هل تزعجون سيباستيان ثانية؟ كم مرة نهيتكم عن ذلك؟ ستأسفون إذا ما أزعجتموه مرة أخرى، مفهوم؟ يا لها من امرأة، نحن مذكور. أولاد وقحون. ماذا يضحكك سيباستيان؟ أتمنى لو أن الدكتور جيوم رأى ذلك. لا تتكلم كثيرا، لابد أنك تعرضت لهم أولا حتى يلاحقوك. أنت محظوظ. أنا محظوظ يا أنجلينا؟ هذا الدكتور الدجال لا يهمني أمره، لولا إلا كانوا ضربوك. قلت لك أن تهزأ منهم إذا هم هزأوا منك. لماذا يزعجونني دائما؟ ألي أنه ليس لي أم؟ كيف، لكن أنت لك أم. أين؟ لم أرها أبدا. إنها هنا. أنا التي كنت أطعمك وأهتم بك وأسهر عليك الليل. هل تعلم أني لم أكن أخبر أحدا عندما كنت تبلل الفراش؟
هل فهم؟ أنا أمك وسأضربك إذا تحدثت عن ذلك مرة ثانية. سوف أحطم رأسك سيباستيان، فهم؟ كفى سيباستيان خجلا، أعذريه إنه ما زال صغيرا ويحتاج إلى العناية. أرجوك فيكتورينا تتدخلي. هي إلى أين يا سيباستيان؟ سأعود إلى المنزل قبلك. اذهب فورا إلى المنزل، إياك أن تذهب إلى النبى سيباستيان. هل رأيت ذلك؟ رائع دائما. سنصطاد الكثير هذه السنة. انظر طائر آخر. دعه، هذا الطائر لي. ما هذا؟ اذهب من هنا، اذهب من هنا، هيا. إنه كلب رهيب. لا تطلق النار. اذهب، اذهب، ابتعد، ابتعد، لن نفعل لك شيئا. هل أنت بخير؟ الويل لهذا الكلب، أين ذهب؟ سوف أقتله، سوف أقتله. ماذا؟ كلب؟ أجل يا سيدي، انظر إلى هذا أيضا أيها المفوض، لقد هاجمني أنا أيضا رغم أنني لم أفعل شيئا ولم أحاول أن أطلق النار عليه. ما شكل هذا الكلب؟ أبيض لاصع البياض، كبير بهذا الحجم، فمه يصل إلى أذني، إنه يشبه الذئب يا سيدي. لقد وصل إلى هنا، يجب أن نعلم سكان البلدة بأخذ الحيطة والحذر. نعم يجب أعلمه. تجمعوا أيها الناس، حضرة المفوض يريد التحدث إليكم بأمر خطير ومهم جدا. أصغوا إلي جيدا، اليوم بالذات ظهر في أعالي جبل جراند باو كلب شرس كبير الحجم، هاجم هذين الصيادين وكاد أن يقتلهما. لقد هاجم أناسا آخرين في أكثر من قرية، فاحذروه جيدا وأطلقوا النار عليه. بابي حسنا، خذ هذا سنبقى معا. هاي سيباستيان. الدكتور جيوم. مرحبا، وجدتك، لقد لحقت ببوتشي. هل التقيت أنجلينا وجد سيزال في البلدة؟ أنا عائد من عند السيد فيرمونت، تحسنت صحته. هل تشاجرت ثانية؟ لا يهم، أنا بخير. أنا الطبيب، افعل كما أقول. أخ مهلا. غدا ستكون بخير. سيباستيان، ألا تعتقد أنه حان الوقت لتذهب إلى المدرسة كالآخرين؟ اتركني من هذا الموضوع، أستطيع عد الأرقام، جدي سيزال علمني ذلك. 1 2 3 4 5 6. ولكنك تستطيع تعلم أشياء كثيرة في المدرسة لم تتعلم من سيزال. أعرفها، عندما يكون هناك غيم أسود فوق الجبل فذلك يعني أنها ستمطر. هناك الكثير من الناس والمدن والقرى وراء جبل جراند باو، لم يخبرك عنها أحد، وتقدر أن تتعلمها في المدرسة. العالم كبير، حتى أنا ما زلت أجهل أشياء كثيرة. اذهب إلى المدرسة ولو ليوم واحد وسيصبح لك أصدقاء كثر. سأفكر بالأمر يوما ما. بوتشي تعال تعال.
إلى اللقاء يا دكتور سباستيان. إلى اللقاء. إلى اللقاء. اسكت يا بوتشي اسكت. كلب جميل. إنه كبير جدا. هذا أنت يا سيباستيان؟ نعم. وأخيرا سنذهب معا إلى الصيد غدا. ماذا جرى؟ لا تبدو بخير يا ولدي. لا لا شيء. لا تضطرب. هل تعاركت مع أولاد القرية؟ جدي أنا لا. الطعام جاهز سيباستيان، اذهب واغسل يديك. نعم. لابد أن الكلب ذهب إلى الكوخ ليختبئ. سيباستيان. مرحبا. جوا لقد تعبت. هل كنت ولدا عاقلا هذا اليوم؟ صباح الخير جميعا. أهلا وسهلا. أتيت في الوقت المناسب، ستشاركون الطعام. حساء اليوم مختلف عن غيره. رائحته جيدة. إنما يجب أن أوصل بعض المعلومات الهامة إلى مراكز أخرى. لماذا؟ هل حصل شيء جديد؟ لقد ظهر في أعالي جبل جراند باو كلب شرس وضخم. سمعت عن هذا الكلب، يقال إنه كلب أبيض كبير وشرس. يقال إنه من نوع كلاب جبال البرنيه. كلب جبال البرنيه لا يؤذي أحدا يا بنائي. لربما كان يملكه شخص رحل عنه وتركه وحيدا دون رفيق. مفوض الشرطة في ليون قال بأن نقتله. شكرا، لابد أن مالك الكلب كان سيئا. يبدو أنه جائع، إنه يهاجم الجميع حسب ما يقولون. لعله يأتي إلى هنا لمشاركتنا طعامنا، ما رأيك جان؟ لابد أنه يراقبنا وينتظر حصته من العساء. كن حذرا عندما تصعد إلى الجبل. نعم، لا تقلق علي يا بني، لا تقلق. تعال يا بوتشي. إلى أين ذهب؟ سيباستيان، سيباستيان أين أنت؟ لن أدعك تتناول طعامك، سوف أعاقبك. لقد ذهب، ماذا سنفعل إذا هاجمه ذلك الكلب الجبلي الشرس؟ لا داعي للقلق، أنا سألحق به. انتبه. هذا الكلب سريع جدا. لا تدعه يهرب، هذا غير نافع. ها هو. هاي انتظر انتظر. هاي انتظر. من هنا اتبعني، اتبعني من هنا. هيا أسرع.
أنه ذهب بهذا الاتجاه. من هنا من هنا. تعال أسرع 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 بسرعة، هيا تعال ادخل من هنا بسرعة، لا تخف سيجدونك هناك، أسرع هيا أسرع ادخل، ألم تفهم؟ بسرعة بسرعة هيا. سيباستيان ماذا تفعل هنا؟ وجودك هنا خطر. أرأيت الكلب الشرير، الكلب الأبيض الذي يهاجم الناس ويعتدي عليهم؟ لم تغير من عاداتك، الكلب الشرير في المنطقة، إنه خطر، عد إلى المنزل. إنه ليس هنا، بحثت في كل مكان يا سيد المفوض. الكلب الأبيض ذهب في تلك الناحية. هل رأيته فعلا؟ نعم. حسنا هيا بنا. لا تخف لا تخف. لقد رحلوا، اخرج، انت تعب ولابد انك جائع، خذ هذا خبز وجبنة، هيا كل. بوتشي كن هادئا. إلى أين ذهب؟ ما أجملك. بال سأناديك بال، لنكن أصدقاء يا بال. وهكذا اتضح لسيباستيان بأن الكلب الأبيض الذي اعتبره الجميع كلبا شريرا هو على عكس ذلك كلب لطيف، ونشأت بين سيباستيان والكلب علاقة صداقة ومحبة، وأصبح من الصعب على الاثنين أن يفترقا. ترى أي قدر ينتظر الصديقين الجديدين؟